نلاحظ في الآونة الأخيرة المجتمع السواجي والمجتمع الصعيدي بشكل عام يحتاج إلى نوعية متميزة في مجال التعليم عن طريق المدارس الانترناشونال. الفكرة كلها بتنهض على أن يقدم نوعية مختلفة وخدمة متميزة حتى نحقق جيلاً قادراً واعياً مدركاً هو جيل المستقبل. واحدة من أهم الاهتمامات بتاعتنا إن احنا نشتغل ونؤهل فريق العمل بتأهيل عالي جداً عشان يقدر يطلع لنا مخرج تعليمي متميز. لدينا برنامج كامل للأنشطة الرياضية والثقافية والعلمية. بنشتغل دايماً في مدرستنا على أعلى مستوى من التجهيزات. فنحن نبني عقل وشخصية وجسد. أول يوم اشتغلنا في المدرسة يبقى من حوالي 16 سنة فاتت فاشتغلنا نحن نطلع بمنتج تعليمي متميز لمحافظة السوهاج، وده لقيناه فعلا لما أحد طلاب المدرسة قدر يحقق المركز الأول على مستوى الجمهورية. مش ده بس، كمان في طلاب المرحلة الثانوية عندنا قدروا يحققوا المركز الأول في برنامج العباقرة. لكن الفكرة الاستراتيجية حينما بدأت في تعليم ناشونال والعربي، ثم نصبوا إن شاء الله في المستقبل القريب جدا اقتحام مجال التعليم الجامعي جامعة جيم المستقبل إن شاء الله.